كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تفسير عدو الفضوء إن شاء الله. أستعيذ بالله. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. فإنخ شن فيمر وإن شن بقوانسا شديليجر فآمنوا إيمان شديل خيرا لكم. То есть якун далика амину, якун далика хойран лаком, хойран сунде, ну как бы, это как бы все ахидешне, что сандуй, фа амину ишун оле, душун оле, хэ душун, якун далика хойран лаком, то есть, ва инта куру аш кеснал даха, фа инна лиллахи ма фис самавати, ва лард Аллахан, Аллахи караду, стигла, сигла нашка Аллах таамил дахум. وكان الله عليما حكيما الله مصرم خاشا مدرئ. أي لقد جاءكم محمد عليه السلام بالدين الحق محمد ونشنا بقد ثاني والشريعة السمحة ثاني شرع ثاني جاءكم بها من عند ربكم إدعشن وإن إزاء الله الله جرى فآمنوا بالرسول يلش نغتيش تأقى وبما جاء به من الحق تدئن دلهم نغتيش بقد دقس يكون ذلك الإيمان خيرا لكم طوشتو يكون ذلك الإيمان خيرا لكم إيمان غول غردشن ينجيكم من عذاب الله تو دي العاصفة كلا غردشو وإن تستمروا على الكفر شو شيء كفر لتعد أحا فلن تضر الله شيئا الله تعزيد داتش فإن الله غني عنكم الله شو يشوات له جميع ما في الكون دشتوهم نعمل دلهم سندو وهو سبحانه عليم بأحوال العباد الله شليشي حولش دوشو إز حكيم مدرئ إز في تشريعه وتدبيره شا هم أزك وللدلاحي أبرولينح ثم دعا القرآن النصارى خاصة تلت أقاستن أرلوي قيقنا قرآنه إلى الاعتدال في شأن المسيح ابن مريم تا يقر بارم لربي الله كساتنا عيسى قيمر لاتس وعدم إدفاء صفات الألوهية عليه تأقى قرآن قيقنا يشاء الله هندو صفة شاء تنت مقسال فهو عبد الله إز ديل ليو مرسل من عند الله ديل قرأتناه كبقية الرسل الكرام قبله ليرمي بايمر سن يا أهل الكتاب هي شين جين ديل دل نخ لا تغلو في دينكم تيخمديل شهدنا تيخمديل ولا تقولوا على الله إلا الحق الله عند بقدك بمآل إنما المسيح بقلاء مسيح عيسى بن مريم عيسى بيمرا رسول الله ديل يلشو وكلمته ألقاها إلى مريم دوشت إذا سو مريم من تقوى سنولو وروح منه تنجر سدو إذا هون أخويت تفسير يشهدو إن شاء الله. أي يا معشر النصارى هي أن لا تغالوا في دينكم تخمديل شيدنع وتجاوزوا الحد دوزنخت يخدلش دوزنخت يخمديل بغدق اسم بدعائكم ألوهية المسيح شاش عيسى فيمر ديل وآلتس تنقع ديل لدو آلتس ولا تعتقدوا شو تيش ما تيش إلا الاعتقاد الحق نيس عقيلة بمليلي نيس تيش بمخلط شيء دون دعوة الحلول والاتحاد هرمش تدويش تو است الله تان تواهو تان قياتو بوش ترمش تدويش أن الله حل في عيسى تو است شدوز يقولو يوم شدو أن الله حل في عيسى تو است الله عيسى جوال فعيسى هو الله تعيسى الله فإنها عقيدة وثنية خبيثة هند جائزة تيشنبو إذا لا بقلانك شيء تيشنبو إذ بيوح تيشنبو إذ خارجة أربال تيشنبو إذ عن دائرة الإيمان إيمانا كروبتر فليس عيسى إلا رسول من رسل الكرام من رسل الله الكرام عيسى بيمر قيم عيسى بيمر بيوات الله هنا قبل بيمر سن
أظهر الله فيه قدرته. الله تنسي نشانيس قايتنا في إيجاده من أم من أم دون أب إز دون أتوقعت سنين يقرأ دا داوش وهو كلمته وهو كلمته تس الله عند وشتو إس أي مخلوق بكلمته تعالى كنت إس قال نويس الله عند كن ألدشنت من غير وساطة أب ولا نطفة تقا بس نيك واتش لدا ل سبيرم يقرأ إذا دوتش خليت نو يكون أل وروح منه بوقدو أي وروح مبتدئة مبتدئة من الله تعالى تس عدو دل سدو إز الله يقر تس الله يقر تنقر مديتن عند آخر الدنيا دع من أثر نفخة جبريل عليه السلام في صدر مريم تس جبرا جبرا الملك ملكو مريم أنت موخت وغر أسر إس أسر خلو إس حيث حملت بتلك النفخة بتلك النفخة بعيسى عند أجا إزبير خليل أقا إتس إموخت واربع عند أجا عيسى خبير خليل فآمنوا بالله ورسله دي ضغط يشتن بيما الشغط يش ولا تقولوا الثلاثة قق ما آل ترويت أبو أشترون دوي الكريستيان شي إز ما آل باق انتهوا صوت خير لكم تس لكم ذلك خير لكم تس يقول دشن أي فآمنوا بالله واحدة دي ضغط عن اغتيش وخصوه بالألوهية إدي الورخ إسحق أسوية وآمنوا بجميع رسله مصوص فيما الشرطيش دون تمييز أو تفريق تعاق يستاسيش ولا تقولوا أشمال الآلهة الثلاثة قدير مآل الله والمسيح ومريم تشت الله عيسى بمري مريم اتحدوا فصاروا واحدا إشبك عوشك يتعقل بوشتر مش مديتش فالواحد ثلاثة والثلاثة واحد تيست يتعقوا ويقوا تعقوا بوشت اليوم شتوي انتهوا خيرا لكم أي كفوا عن هذا الضلال حق تلر يغضول تيست القول بالتثليث تيست يترويت بوشت الدوشر دشر يغضول يكون خيرا لكم يقول فردوش من هذه العقيدة الضالة حق تل عقيدة لا التي يرفضها الدين والعقل يعقد إذا دين وحيق وضعتوش إنما الله إله واحد بقل الله تعو سبحانه أن يكون له ولد تنو إذا شيء بير خلق له ما في السماوات وما في الأرض تنو دوق استقل أشكاح الدنيا دعم يلدلهما وكفى بالله وكيلا تؤشو الله مصو غلقي حش خلق تؤشو إخوات خلق أي ليس الإله كما تزعمون ثالث ثلاثة الله واتش مباخرة قانق تعواتس بغ قولني واتس قانق إنما هو إله واحد ثالثة ثلاثة أشرك درق إنما هو إله واحد بقل اتعدل منفرد في ألوهيته شي ديل شي الأخضر يعشى والغوئز تنزه عن أن يكون له ولد تنو إشي بير خضرخ أو شبيه نشيخ كرنك خضرخ أو مثيل له جميع ما في الكون مس وقم تندو ملكا أق تنكرع خضرس وخلقا قلرت وعبيدا ليش تنخلرت وكفى أن يكون الله حافظا لعبادي تؤشو الله هاشي ليش خش خلر 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 ولا حاجة له إلى الولد والمعين تن حشتاتك أنت خلر لشي ناغوس خلر حشتو شواتس لقد اخترع النصارى أرنوش يغداقنا فكرة غريبة تتامشن ويغداقنا سارة عجيبة زعموا أن الإله ليس واحدا الله ديل تعوات بغتر وإنما هو مركب من ثلاثة أقانيم إذ بقلا سستيات يشو إذ ترخ سوشنستي بغدقس الأب والابن وروح القدس تس داك أنت أخ ستو يدوخ بغدقس تعبال بيتخسر ومجموع هذه الثلاثة هي الإله الواحد أخا قي غوش تعتشنا تحدير قلبه ويا لها من فكرة خاطئة مجؤ قال لي إيدي يقيس مهون دقيس تشبه أوهام أوهام وضلالات الوثنيين تري يؤيزا إيدي أق تلرش أق إيدا لبقلانكش تلرش أق جوع تر غمدو إسباق في عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع تويس توش برق إش عبادة يشد تلقشنا بيدا لزيد يشتوس تويس غير جوع تر بوشباق فهؤلاء النصارى هر أرنوي عبدوا عيسى على أنه هو الله الله آل عيسى نبعد التنتر فكيف يكون إلها وهو يسب إلي المخ ولا رسبعت ناخل اشتاق خاتش
وكيف يكون إلها وهو يأكل ويشرب ويبول ويتغوط إشتا موخ الإذا لا إزيوش مولش خلش تاق إزآ لعقش خلش دي غير يبشج مولشج. وكيف يكون إلها وهو قد خرج من فرج امرأة إذ ديل موخ ولا إزوتش نحل غير مهتر آر ولا إخلش وولد كما يولد يولد خلديزق وولد كما يولد سائر البشر قبل نحسن إقبالنا دنيا جوال آخلش تويس إتمتر آر وآخلش. وأين كان الإله قبل أن يولد عيسى تقديل مش أعور عيسى دنيا جوال إخلش. هل كان العالم بدون إله؟ الدنيا الليلي وشدر إنها أفكار إشاء وينشو يجب أن تطرح على النصارى إش إتألم ويشنتقس يشو إشاء حتى يجيب عليها تاتا رقدا لترحم بالحجة والعقل الرشيد نيس حيقل تا دوة ثاني. أما أن يقول لمن يطلب منهم توضيح الفكرة أتر آلرا شيغا إيديا أبسني تيبور سام شيغ تعشق دوش ترسات من قولش ترهما يطرح عقلك جانبا واتبعنا حقيقة الدقواس تونت عواز بوش ترهما. فهذا منطق مرفوض هر لوجيكا ويدعطو تشوباخ يأباه صاحب العقل الرشيد نرمال نشحيق الدرشوتك وتدو تشوما داتس كيف تتحد الأقانيم الثلاثة فتصبح واحدة قؤسوس نستغوشا موقية تنغتحولش الأب غير الإبن كانت دا كانت وات والابن غير روح القدس كانت يسوتو يدوخ وات وروح القدس غير الاب تاقي سوتو يدوخ لدا وات. فكيف تتحد هذه الثلاثة قوش حموق يتردو إذا كان أمامنا كرسي وحلغة تعيغان تغلج وطاولة استوال خلج وسرير داقة تعمان غاخلج. فكيف تتحد هذه الثلاثة قوش حموق يتردو فتصبح واحدا تعقلش. هل نقول ويردو إنها أصبحت كرسيا واحدا يشيك يتسير تغان تخلا أو طاولة واحدة يتع سوال خلا أو سريرا واحدة يتع مان خلا وأجناسها مختلفة تنرويج رازني ما يباخ. ثم يقول سبحانه وتعالى تصدع الله بوخ موضحا عبودية المسيح بلغل دقش أقا عيسى بامر ليخلر وعدم تكبره عن عبادة الله تاق إذكر ورشتخلر بالغلقشاء الله عن عبادة الترخ. لي يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون تأى إهم نقتوي شخروات عيسى بيمرا الله عن لي خلر تدي شخروات زياء أولي داكة مليك شردات. ومن يستنكف عن عبادته من ولا سن عبادة اختوى الشقاء ويستكبر إبيوخ يحتقبوتو يبقوالنا أترشينيو ويستكبر كرة لنجمين ولاح فسيحشرهم إليه جميعا الله شاوج حقول بالمبو اشتاق تنبيقا بيرو أي لي يأنف ويتكبر المسيح تأى بيخيج كرة لأشخروات عيسى عن أن يكون عبدا لله دي لي خلر. فإن عبوديته لله شرف يتباهى به من داج الله لي خلر إذ تنبيرا بو توتنز كرة لأش تنخزيت شاتن لي خلر. ولا يستنكف الملائكة المقربون يا ملك شتات جرق داخ كيتن دلو تديش أن يكون عبيدا له تعالى تن ليشخل. ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله جل وعلا من ولا احتوي يشكر ليش الله عن عبادة درخا فسيجمعهم الله في القيامة الله قيمة عوش طوغوش للحساب والجزاء حيس لا يعبي قنبان. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ديك عملش إيمان توعبوش ديك عملش نش الله وتير ميل نش بول من العلر بو دقيش ديك الله قيت ايت وردو تامر. أي فأما المؤمنون الصادقون بقوا المؤمن ناخ الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ديك عمل إيمان وشاق توخش فسيعطيهم ثواب أعمالهم كاملة الله هو دعو ربوسان شيء إن عمل شميل بولنستو ويزيدهم تفضلا منه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تقي صو شدك الله قي صو دقلو تانا صو دقلو تان بعرجن سجنك تير لرجن سخزك تير دقت تدينك تعاد من دقت تدينك. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
تباشر شكرا لنشاء إن شاء الله هو تانا عازب ديلو لازمي عازب خلطة دو تانا تان كروروات ديلو وطبا خي شين غدا شين شئا وواتا كروروات تان أي وأما الذين أنفق أن أنفوا وتكبروا عن عبادة الله تباشر شكرا لنشاء الله عن عبادة خا فسيعذبهم عذابا موجعا مؤلما الله هو عازب ديلو تان لازمي ولا يجدون لهم من يتولاهم تان هو غوقي حجر واشتكر ورواتان أو ينصرهم من عذاب الله ديل عاسبخ يلعب وروش روي ديسنا أن وفدا من النصارى تعا ديليغاتي يرأى لا جئرنا الشخ قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام يلتوش بأخنيرش فقالوا يا محمد سرئي لرأى لما تعيب صاحبنا تخناق واست تنبيوهم شندو تاع عقدو تبندو تاع قال ومن صاحبكم من شنا غوستل ريال شنا قال عيسى عيسى ويلت قال واي شيء اعيبه عليه اعيبه به تنس از بيخو شو اسير ريال شنا قال تريل تقول انه عبد الله ورسول اعبوغ از دي لي وتن بيمرو فقال لهم عليه الصلاه والسلام ريال شنا داتاجيل انه ليس بعار عليه ان يكون عبدا لله تن يحدث شندات از الله هنا ليخل قالوا تريل البلاء إنه ليس بعبد ها إذا ليوات إنما هو ثالث ثلاثة قن قول نبوئز فأنزل الله هذه الآية أخ الله ولا يتوسير لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله الآية ثم قال تعالى تودع الله بوك يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم هاي ناخشنا برهانئنا تيست بايمر وإنشون دكزات استبودويز الله يقر وأنزلنا إليكم نورا مبينا شون بلغ النور دواسينا استيس قرآن خطاب لجميع البشر مصو أدمير ديش قمعدو أي لقد جاءكم أيها الناس أكبر حجة وأعظم برهان من رب العزة والجلال وهو محمد رسول الله شونا وإنا هيناخا أقر دوخ دوود يعني شونا الله يقر إز محمد رسول الله المؤيد بالمعجزات الباهرة شاج آغنا قو إزا خز معجزات ثاني وأعظم برهان على صدق نبوته وقرج أو دليل لا إتن بايمر البقخلرنا أنه نبي أمي إز بايمر خلرا بزغرامة جاءكم بالقرآن العظيم المعجز شن وأنا إز قرآن ثاني سيل عدلو مصو معتع وشدل فهل يعقل لرجل أمي ويؤيلي ري وندك دو ودو يتعقى تحبز غرامة نتغنى أن يأتي بكتاب معجز إذا تقوى إيواء تا مصو معتعواش تعني آلهم دو جين دو شور ويبر يتحدى به جميع الخلق مصو أدم الشناء تنزويز القش وهو لا يعرف قراءة ولا كتابة إذا يشا ليازو قاشوش بايمر تغلش كمين غير ويبودوس فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما هش ديال اختي الشاشة تنقتس بلش إش الله هو شي غني يتم شو بوربو شي ديكال شو بوربو تو سيلس من يوز إش تو شين تي نيس نيات نسابي بوش باق أي فأما الذين صدقوا بوحدانية الله ديال تعقد المقدنش وتمسكوا بكتابه المنير تن نوريا دول جين جين اختس بلش فسيدخلهم في جنة الخلد والنعيم إش الله هو شو بوربو دقم خريولو نعمة يخذ وليلس منشو ويهديهم إلى أقوى من طريق المستقيم الله إش أقج أعبالو نيس نعطين سبيرو إش هو طريق السعادة والإيمان إذا إرسنا إيمانا نعبقس وختم الله سورة الكريمة الله هر ليرمي سورة شق داقنا بآية المواريث ميراس نسلستو يشلاء تاني حفاظ على حقوق النساء واليتامى لرديش زود زود شي حق شي بو بيشي حق شي لرديش والبنات يعري حق شي والأخوات يجري فقال سبحانه الله بو يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة تحقق بو بيش تين حقين مهات وقال بعد خلمك تارا شي ديت او تار بيغا يستفتونك شي تحيان بيبودو تعنهم نالات قل الله يفتيكم في الكلالة الله هو أعال الله هو دوتا دوشنا كلالة خلاص كلالة بوك تن إغدو كانت بيش لدانا نادوش والتقوي
Dalušo mislis jo dalušui например ляшу чинок калеле олиц полный из процессор калеле то есть калеле jo hatina ol shtu nda gahsen tagu she nasles so nalu shalaha nda da wo chle na na yo chle beish toch beji yiji butsu nda na na le beish tach chno bodu to есть ишца ишца вачалок яшне для дана до себе что чхалш сухуда диез так тунде аллаху вак кул лиллаху юфтикум фил калала аллаху дуйса душам сунал айсвах ин имруун нагахсан ца халака велля лейса лаху валадун тунка точ юабиат дана на дасу илир валаху ухтун ну ишу тунбах фалаха нисфу ма тарок тунхирду ах сводитин чунах ах хирду тунбах وهو يرثها إن لم يكن لها ولد تو نجحسن زودي الله نجحسن إيش ده ده أنا دوتش بير دوت زودي الله حد تو تون إرستك حيوة تلو تون نجحسن بير داتا دواتا بولنا حيوة تلو بخ أي يستفتونك يا أيها الرسول بيرديس أول تار هي إلشا في شأن الميت ولشن حق ولشن حقها إذا مات ولم يكن له والد ولا ولد ما يرثه تنا تخلش إيوالشا تنا دالة بيرش تخل دانا نبيرش تخلش ملو تنجر إيرس حاوية ترق هل تريثه أخته أو أخوه تنجر إيشو حاوية تدو لوشو حاوية تدو فقول له معتاك دعال إذا مات الإنسان تعويلش ولم يكن له إلا أخت واحدة تنتعيش بياتها وليس له آباء ولا أولاد دانا نا يبيرش تنداتها وهي المسمات بالكلالة حقق تسغول باقي كلالة فلأخته الشقيقة أو أخته من أبيه نصف الميراث من تركتي الشقيقة ردنا يشو تش دانا نا تعدق يقيم تش حدانا نا تعدق شوشن تش إشت يشو ردنا يشينا يدي أغويل يشينا أخ ميراث خدو بخ أخ نسل سغلو تو دي تنشون أخ وأخوها الشقيق تن ردنا برات أو لأب يديخ والغشا يرث جميع تركة تركة تركتها تندق دتنا عيو سلوتو إن لم يكن لها والد ولا ولد تندا لبيش تاتع دانا لبيش تاتع زوجون فإن كانت اثنتين نقعسن يشي يلع فلهما اتشن الثلثان مما ترك ترو دوية تريتي دوية غولتنا كروشي قادي قادي ترو وشيدا عدوي كروشي دو تريتي غوغدوغ إخي يلدو تعشن با يوقع العصد يوقع الغوغدو إز مما ترك سودتين شنخ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء نقع سنتقري زدري إشت بلاحا وجري يجي بلاحا فلذكري مثل حظ الأنثيين تاق تغن خيردو شنزو تشن خلچو خيردو تشن باخ شنزو تشن خلچو خيردو تشن باخ تغن شتو إز نزو تشن دوچو شوز تغن دو خلو يشل أي وإن كانت الأختان اثنتين فأكثر نجحسن شيش يلع شيئة يقيدق فلهما الثلثان تنتاشن دواتريتي تشاستريو مما ترك أخوهما تيوشو تاندتن شنخ وإن كان الورثة إخوة وأخوات نجحسن إيويرش يجي 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 بلاحا فللذكر مثل منهم مثل نصيب الأختين تغنى تيرخا شنيشن غول تشولا خردوتن باخ يبين الله لكم أن تضلوا تيست أن لا تضلوا بوغدو إس الله بلغ دقشن شو تل تدل الرحم والله بكل شيء عليم الله مسوهم خأشو أن يبين الله لكم الأحكام الشرائع الله والأح أحكام شاء بلغ دقشن خشية أن تضلوا شو قل دولن قوير شو قل تدول ترعم قوير شو بوغا أو قعبيري نوستم سميس لدو الله تعناونا قوير شوات والله عالم بما فيه مصالح الخلق والعباد الله خأشو أدمشن بيدي دولهم دوي يخشويس وهكذا اختتمت الصورة اشتهد صورة تشقتلا بتقرير العدل أقانيس وشاغيش في موضوع ميراث النساء والأخوات تيس كساتنا ايتي تيمي ايتي تيمي تيس امن زدر شي يجي شي بوش بول نسل ستنا ايتيم شاغيش على خلاف عادات الجاهلية هغان دو حلوور شون دو حلوور تيس جاهل خين عوات ليشي بوغدوس جاهل خينا عدوشت العادة شن جهلي دولش الظالمة ظلم دول عادة والحمد لله رب العالمين الله انغستن بو انتهى تفسير سورة النساء نساء سورة تفسير شخص لوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ولا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك